السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله كامل تكونوا بخير. كما عودتكم اني كل ما نخرج خرجة لمكان معين نعطيكم معلومات على هذاك المكان وكذلك الاسعار. اليوم كما راكم تشوفوا خرجنا خرجة عائلية نحو منطقة حمام الوان. منطقة حمام الوان منطقة سياحية بامتياز، كما تعرفوا فيها مياه معدنية طبيعية تهبط من الشلالات، وكذلك فيها مناظر خلابة، وكذلك كما كم تشوفوا الجبال والأشجار. كما راكم تشوفوا هذه المرة دخلنا لهذا المنتزه اللي فتح جديد، يعني منتزه ما شاء الله عليه عائلي 100%. كما راكم تشوفوا هذا المنتزه قام بإنشائه مجموعة من الشباب تحت إشراف البلدية، قاموا بإنشاء هذا المنتزه من مجهودهم الخاص، وكما راكم تشوفوا قاموا به وزينوه، يعني رجعت منطقة ما شاء الله. وهذا المنتزه وش فيه؟ تصيبوا فيه المأكولات المشروبات، كذلك القهوة، زعما حبيتوا تتقهوة ولا تفطروا ولا تتعشوا، فيه كل شيء تسحقوه، يعني إلا ما جبتوش معكم، وإلا جبتوا معكم كذلك مسموح أنكم تدخلوا، ماشي كما في بعض المناطق ما يخلوكمش تدخلوا معكم المأكولات، لازم حتى تشرو من عندهم. يعني هذه حاجة مليحة فيه، يعني يعاون الزوالية. هذه هي الحاجة المليحة فيه. كما راكم تشوفوا كذلك فيه ألعاب تاع الأطفال، يعني كيعياو ملعومان يجوا يلعبوا هذه الألعاب اللي دوك نوريه لكم. كما راكم تشوفوا منتزه فيه مساحة كبيرة ما شاء الله، وكما راكم تشوفوا شبحوه ما شاء الله، يعني لي يعرف حمام الوان كيفه كانت قديما ويعرفوا شاني نقول، يعني ما كانت كاع هكذا، يعني كانت برك منطقة وين يعوموا فيها، هذا مكان ما كانتش هكا مشبحة. أما الآن ما شاء الله كما كم تشوفوا ولات منطقة سياحية بامتياز. كما كم تشوفوا بالنسبة للأسعار تاع هذا المنتزه، يعني تدخلوا بمبلغ 10,000 للفرد الواحد فقط، 10,000 دينار للفرد الواحد فقط، والصغار ما يخلصوش، يعني غير الأم والأب اللي يخلصوا، وتقعدوا كامل لا جورني هنايا، يعني ماشي محدد بعدد الساعات. وكذلك داروا منطقة خاصة بهم، يعني وين تعوموا، وداروا كذلك فيها طاولات، وفروا لكم كلش ما شاء الله. وكذلك هذه المنطقة سكيوريتي، يعني محروسة، يعني تدخلوا لها بأمان، ما تخافوا ما والو، وكذلك شغل تتنزهوا بأريحية تمام. واي حاجه تحتاجوها تشروها هنا، يعني ما كان له تخرجوا. كما راكم تشوفوا كاين الكافيتيريا، كاين ريستوران، كاين حتى تاع المواد الغذائيه، يعني تلقاو كلش متوفر ما شاء الله. ويعني حتى هنا في هذا الفضاء، يعني الا ما حبيتوش تحطوا تحت وين الماء، تقدروا تاني تقعدوا هنايا وتشربوا قهوتكم ولا تفطروا، والاطفال تاعكم تحطوهم يلعبوا، ولا حبيتوا تحطوا تحت كذلك كاين طاولات تعوموا، وكذلك عندكم طاولات تحت كما راكم تشوفوا، يعني رجعوها منطقه روعه. يعني الحمد لله السياحه في الجزائر بدات تنتعش كما راكم تشوفوا. هاوليك الواد، الماء تاعو معدني 100%، يهبط من الشلالات كما راكم تشوفوا، وها هم طوابل اللي قلت لكم عليهم. وكذلك كما راكم تشوفوا مقابلين لكم الاشجار والجبال، يعني سواء من ناحيه المنظر ما شاء الله، يعني الهواء الطلق، يعني النفسية تاعكم ترتاح، وكذلك تكونوا مطمنين لأنه هذا المكان تاني محروس، يعني من كل جوانب مليحة هذه البلاصة، يعني راح تساعدكم بزاف، خاصة باش تتخلصوا من التوتر والضغط، والناس اللي يحبوا كذلك الكالم، يعني هاد البلاصة مليحة لكم بزاف. كما راكم تشوفوا هم ليك لي جو تاع الصغار، يعني كاين بليزيور جو، يعني كما قلت لكم تعرفوا داي صغار هذا واش يعطيهم،
وكما قلت لكم كذلك الحاجه الشابه اللي ما تصيبوهاش في بلايص واحد اخرين انه الاسعار معقوله يعني ريزونابل تساعد كامل الناس يعني حتى الاسعار تاع الاكل ومعقوله. عكس العديد من البلايص يعني كي تروحوا لهم مثلا لي بيسين ولا يقول لكم ممنوع تدخلوا معكم الاكل وتصيبوا كذلك الاكل اللي يبيعوه بزاف غالي يعني تساعدش كامل الناس وما تخرجش عليهم. وتاني كما تعرفوا كي تروحوا للبحر تاني يعني تكريو طاولات وباراسول كما تعرفوا يعني هذا يعني روعة تدخلوا ب10,000 دينار وللوالدين فقط يعني الأطفال ما يخلصوا الصغار وتشوفوا تصيبوا طاولات ويناكو حابين تعوموا وتصيبوا طاولات الفوق تاني ويناكو حابين تقعدوا. وكما قلت لكم تستمتعوا بهذه المناظر الطبيعية يعني شوفوا حشاكم حتى المزبلة وكاين يعني يحرصوا على نظافة هذا المكان ربي يعاونهم إن شاء الله ويوفقهم. وهذا كما كم تشوفوا المشروبات وكما كم تشوفوا تان المأكولات وكذلك المثلجات حتى من الأتاي ومكسرات وكاين كما كم تشوفوا. هذا زعما بئر تاع الماء كما كم تشوفوا كاين بزاف بزاف العاب ومحلات يعني ماشي شوية. وكذلك الأسعار تاع الألعاب تاني معقولة. باش نذكركم برك اللي راهم مهتمات ولا اللي راهم مهتمين بمشروع دي إكس آن واللي هو مشروع مربح 100%، وكذلك يعني تدخلوا فيه تسجلوا مجانا وكذلك بدون رأس مال يعني مميزاته بزاف هايله يعني ما راكم خاسرين والو نتوما ديجا تسجلوا مجانا صافي تسجلوا وشوفوا واكيد راح يعجبكم هذا المشروع لانه مربح 100% وكذلك تربحوا صحتكم وتربحوا خدمتكم يعني ماشي غير تخدموا يعني المنتجات تاعهم تن طبيعيه 100% وعالجت العديد من الامراض المزمنه وحتى الامراض اللي ما عندهاش علاج كما السرطان عفان الله يعني والله غير تحت شهاده حيه. دخلوا المجموعه اللي دوك نحطها لكم في رابط الوصف وتاني تصيبوها في اول تعليق مثبت ادخلوا لها وما راح يشرح لكم كلش وحتى تدوا معلومات كافيه وسجلوا وتقدروا كما قلت لكم التسجيل مجاني يعني ما راكو حتخسروا والو يعني راح تربحوا باذن الله صحتكم والمال تاعكم وكذلك هذا العمل يقعد متوارث لاجيال يعني مثلا لو كان الام ولا الاب سجلوا في هذا العمل وقدر الله انهم ماتوا راح يقعد لاولادهم ويقعد كذلك لاحفادهم ويقعد يمشي كذلك يعني ما تحبش عندهم. هذا هو الحاجه المليحه يعني في هذا العمل وكذلك يساعدكم خاصة للنساء الماكتات في البيت حتى العاملات يعني راكم في الفايدة يعني ما راكم خاسرين والو. شوفوا ما تصيبوش خدمة كما هكا في شركة كما هادي بعضوية مجانية وكذلك بدون رأس مال يعني في شركة واحد اخرين راكم تسجلوا بمبلغ معين وكذلك لازم يكون عندكم رأس مال معين باش تسجلوا وما زعما الا ما عجبتكمش الحالة وكيفاه هنا تكونوا خسرتوا في لافار. عكس هاد الشركة اللي هي شركة ماليزية معترف بها دوليا في جميع الدول وراح تعاونكم بزاف بإذن الله. وتاني الحاجة المليحة لاني نعود لكم فيها انه التسجيل مجاني ماكو خاسرين والو
وما تشوفوا طريقة العمل، وأكيد راح تعجبكم إن شاء الله. وكما قلت لكم استفادوا من منتوجاتها لأنهم طبيعيين 100% وشفوا العديد من الأمراض، وهكا راح تربحوا صحتكم. يعني ما ملي ماشي مريض ولا اللي ماشي مريضة راح تعاود تبني صحتك، يعني ما شاء الله. ولازم كذلك يكون عندكم فريق ناجح، يعني هذاك الفريق تاعكم هو اللي راح يوصلكم لأعلى المراتب إن شاء الله، وتخلصوا كذلك كما قلت لكم على حساب العمل تاعكم. يعني كل ما كان العمل تاعكم كبير كل ما تزيد القيمة تاع الخلصة تاعكم في الشهر. يعني واش تحبوا اكثر من هكا؟ روحوا شاركوا وانضموا للجروب. كما قلت لكم هذا الفريق ناجح وراح يعاونكم بزاف، يعني وان شاء الله توصلوا لاعلى المراتب وبالتوفيق. هنا كما راكم تشوفوا كنا خرجنا للسوق تما، يعني شوفوا كاين حوايج روعه، كاين الفخار، الحوايج التقليديين كامل تصيبهم هنا. وتقدروا تاني ديروا كادوات منا الناس اللي عزاز عليكم ولا عندكم مناسبات ولا، وكذلك هادو تصيبوهم باسعار معقوله يعني في المتناول. شوفوا هادو ماليكوف شحال شابين، وهادو كذلك اطباق زعما تحطوا فيهم مكسرات ولا حوايج خفاف، يعني بزاف مشبحين روعه ما شاء الله. يعني ربي يوفقهم، يعني خدمه متقونه. حتى درابك وكاين يعني مشهورين بالدرابك والفخار، يعني جميع انواع الفخار تصيبوا هنايا، حتى الملون المزخرف، حتى السامبل تاني تصيبوه، يعني ما شاء الله. حتى القرنينات تاع الماء وكاين طناجر كل شيء بالفخار. والفخار كما نعرفوا مادة يعني طبيعية، وكي طيبي فيها الماكلة اكيد راح تجي بنينة، ما كاش كيما حوايج تاع بكري. هادو لي كوفخ كيما راكم تشوفوا كاين دي كولور، وكاين تاني لي كوفخ وحدهم ماشي مسبوغين. كاين حتى الالعاب تاع الصغار ولي يشربوا فيهم البن، الغربال كما راكم تشوفوا، يعني تحفه. حتى من الطريقه اللي يحطوا بها هاد الاشياء شغل يعطوا منظر يتشغيكم. كما راكم تشوفوا هنا تاني كاين لي غورمات بلي زالفابي، الماء تاعهم تاني شابه وسوليد. كاين كما قلت لكم حتى اشياء تقدروا تدوهم دي كادو كما هادوما، ويشعلوا تاني الضو. شوفوا شحال شابين. كاين تاني بلي زالفابي كما شفتوا، وكاين هادو لي بورت كلي تاني بلي زالفابي. كاين حتى زعما ديكورات باش تشبحوا الصالون تاعكم ولا لي شومب. والاهم من هكا بلايص وحدو خلينا نصيبهم غاليين على هادو. كما راكم تشوفوا هذيك الساعه الرمليه والفخار في كل مكان، حتى متحيحات وكاين مخدومين تن بالفخار، يعني روعه. سلل كذلك كما قلت لكم الدرابك اللي مشهورين بهم. كما راكم تشوفوا هنا حتى الملابس وكاين ملابس الاطفال، ملابس تقليديه، بيجامات، وكاين كذلك جبب للصغار والكبار، يعني عندهم كلش. هاهم لي زاكسيسوار كما راكم تشوفوا مبلغ مليح. وهنايا عاودت رجعت لكم لا كاميرا باش نصور لكم الجهه التحتانيه من هذا المنتزه. شوفوا كيف خدموها، يعني داروا حبطه باش تحطوا لهذه الجهه.
شوفوا كيما قلت لكم حنا تاني كاين كراسه، وهادو ما شغل باراسولات، هما اللي داروا لو شارم لهاد المنطقه كيما راكم تشوفوا. كاين جهه منا وكذلك الجهه اللي منا. والحاجه المليحه انا اللي نحبها فهادو الشلالات والويدان انه ما كاش رمل مام البحر، يعني الرمل كما تعرفوا مام مليح بصح شغل يوسخ كما تعرفوا سورتوني مع دراري صغار. هذه حاجه سهله شغل حجر نورمال شغل يشلو يقعدوا هكاك نقيين، وتاني الماء ماشي مالح ونقي ومليح بزاف يعني ماء معدني. يعني وماشي غارق تاني بزاف كما راكم تشوفوا، تقدروا تخلوا داي صغار يعوموا بلا ما تخافوا عليهم. يعني وش بحالكم الجهه الفوقانيه؟ كاين العاب للاطفال وين تاكلوا كذلك، الجهه التحتانيه تعوموا فيها، ومقابلكم كذلك الاشجار والجبال والهواء النقي. يعني انا انصحكم بهذه المنطقه يعني 100%، يعني روحوا لها وما تندموش باذن الله. يعني شوفوا بعينيكم وردوا لي الخبر. يعني شوفوا ما شاء الله كلش منظم في بلاستو. كما راكم تشوفوا كاين دي فامي جابوا معاهم الماكله، كما قلت لكم ماكله نورمال ماشي ممنوع. واش تجيبوا معاكم نورمال ولا تحبوا كذلك تشرو من عندهم؟ وراح كما قلت لكم نعاود نذكركم راح تصيبوا رابط هاد الجروب تاع الواتساب في صندوق الوصف، وكذلك في اول تعليق مثبت روحوا انضموا وحطوا كامل استفساراتكم والاسئله تاعكم، وباذن الله راح يجاوبكم عليها وكذلك انا راح نجاوبكم عليها.
كما راكم تشوفوا هنا كذلك كاين احصنه، يعني هذه المنطقه متنوعه، يعني كاين احصنه كاين حيوانات ثاني كما تعرفوا الدراري يحبوا لي زانيمو، يعني كامله كما راكم تشوفوا حاشاكم، حتى كاين مراحيض للنساء وللرجال كما راكم تشوفوا بروب داخل ما شاء الله، كما راكم تشوفوا حارسين على النظافه تاعها، وكاين كذلك مصلى، وكما راكم تشوفوا تاني اللي ما يحبوش يقعدوا زعما في طوابل كاين منا كما راكم تشوفوا شغل شاليات صغار، هذا هو اللي يزيد الجو يعني للمنطقه. راح نخليكم تستمتعوا بباقي الفيديو، وما تنساوش تشتركوا بالقناة إلا كنتوا جدد، وتفعلوا الجرس وتضغطوا على لايك وتخلوا لي التعليقات باش أنا نتحفز وندير لكم فيديوهات جديدة ونعرفكم على مناطق جديدة تاني. ومع السلامة إلى فيديو جديد، كونوا في الموعد واستمتعوا بهذا الفيديو إلى الآخر.